اليوم 20 فبراير و 20 فبراير هي الذكرى 11 ديال انطلاق ديال حركه 20 فبراير 2011، وبالتالي كل عام يعني منذ 2011 يعني كنزلوا لهنايا باش نوليو ونبينوا على التشبث ديالنا يعني بالاستمراريه ديال الحركه ديال 20 فبراير اللي هي حركه ضد الاستبداد وضد الفساد. وحنا في البلاد ديالنا في حاجه الى القضاء على الاستبداد والفساد، وبالتالي باش نبينوا بان احنا مستمرين في المعركه يعني كانت واحد النداء ديال الجبهه الاجتماعيه المغربيه اللي هي كتضم واحد العدد ديال الهيئات، وحنا جينا لهنا باش نستجبوا لهذا النداء. وهذا الشيء علاش واقفين هنا اليوم، يعني انت كتشوف الوقفه ديالنا هي وقفه سلميه وحضاريه، جينا من اجل 20 فبراير وجينا في نفس الوقت ضد القمع وضد الهضم ديال الحريات، وجينا في نفس الوقت يعني ضد هذاك الاجباريه ديال الجواز ديال التلقيح، وواحد العداد ديال يعني الحركيات اللي كانت ديال الدوله ضد الشعب المغربي. هذا الشيء علاش حنا هنا اليوم. هي وقفه احتجاجيه دعت اليها مكونات الجبهه الاجتماعيه المغربيه والحركه الحقوقيه في المغرب، اولا في اطار تخليد ذكرى 11 لانطلاق حركه 20 فبراير المجيده في المغرب، ثم الجانب الثاني لوقف السياسات اللاشعبيه تجاه المغاربه والمغربيات. مبدا اخر وهو ضروره ضمان احترام الحقوق والحريات في بلدنا، من منطلق ان هذا الوطن هو ملك لجميع المغاربه وليس ملك لفئه معينه. مطلبنا واضح وهو الحد من ارتفاع الاسعار حتى لا يؤثر على القدره الشرائيه للمواطنات والمواطنين، وقف انتهاكات حقوق الحقوق والحريات في المغرب، ثم جانب اخر واحترام باقي الحقوق الاساسيه. انا لقحت التلقيح الاول والثاني، ولكن لست مستعدا للتلقيح الثالث والعاشر والمئة في غياب ضمانات اكثر من ذلك. لا لإجبارية التلقيح، باعتبار ان إجبارية التلقيح يجب على الدولة ان تتحمل مسؤوليتها القانونية تجاه المغاربة فيما يتعلق بما يمكن ان يترتب على مستوى صحتهم. الجانب الثاني ان الدوله المغربيه تسير في اتجاه فرض اجباريه التلقيح من منطلق اخر، وهو ضروره الاجر مقابل التلقيح في مخالفه صريحه لكل القوانين، لا الماده 9 من مدونه الشغل 39 من مدونه الشغل ولا قانون الوظيفه العموميه الصادر سنه 1958. على الدوله ان تحترم قوانينها التي وضعتها وان تلتزم بالمواثيق الدوليه التي صادقت عليها. عديده ومتعدده. اولا اذا كانت اليوم الذكرى ديال 20 فبراير فباقي المطالب ديال حركه 20 فبراير وارده. الغلاء في الاسعار، واضف الى ماشي غير الغلاء في الاسعار، الكرامه، انتهاك ديال حقوق المواطنين، واضف الى ذلك ان هناك هجوم على جميع الموظفين والموظفات انطلاقا من القرارات اللي كنسمعوها ديال فرض جواز التلقيح باش تدخل العمل ديالك. دونك هذا الشيء كله متشابك، وهذا الشيء اللي خلى ان تكون هذه الوقفه اليوم هي احياء للذكرى، ولكن ايضا مطالبه بان ينقصوا في الغلاء المعيشه، يزيدوا في السميك، ويزيدوا في كاع الاجور ديال الموظفين ديال القطاع الخاص وديال القطاع العام، هو ان يحيدوا علينا يعطيونا حريتنا، ما يبقاوش دايرين لعباد الله هذه الحاله. شنو هذا؟ ما تدخل المقاطعه، جميع المصالح الاداريه ديالنا معطله. علاش بنادم سالته لك كارت ناسيونال ما عندوش الحق انه يجدد البطاقه الوطنيه؟ كتحيد لك المواطنه بمجرد انك كتطلب الحق في حريه اختيارك للتلقيح ولا لا، وهذه مساله غير مفهومه، هذا انتهاك للحريه ديال المواطنين. شكرا لكم. اليوم 20 فبراير، وكما تعلمون هو انه اليوم كتحل الذكرى 11 لانطلاق حركه 20 فبراير المجيده. حركه 20 فبراير هي وحده من الانتفاضات ديال الشعب المغربي من اجل الديمقراطيه، من اجل الحريه والكرامه والعداله الاجتماعيه والمساواه ما بين كل المواطنات والمواطنين، والمساواه ما بين النساء والرجال. 20 فبراير
انطلقت باش تقول في 2011 على انه المغرب ديال الاستبداد يجب ان نضع له حد، وهذا الاستبداد لا زال مستمرا، والفساد ديال الدوله لا زال مستمرا، ونهب الخيرات ديال هذه البلاد لا زال مستمرا، ولهذا فالشعب المغربي مستمر في النضال حتى تحقيق الديمقراطيه، حتى تقرير تقرير المصير للشعب المغربي، تقرير المصير السياسي والاقتصادي والثقافي للشعب المغربي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.